بعد ما أطلقت الرؤية بعدة أشهر في رمضان الماضي أطلقت حوكمة الرؤية، ووضح فيها أيضا ووضح في الرؤية نفسها أنه تنفيذ هذه الرؤية من خلال برامج الرؤية. برامج الرؤية تنقسم إلى ثلاث دفعات، دفعة إلى 2020، ودفعة إلى 2025، ودفعة إلى 2030. هذه البرامج التنفيذية بأهداف واضحة وبطريقة واضحة لتحقيق الرؤية. فاللي أطلق يوم الأحد الماضي اللي هي بقية برامج الرؤية إلى 2020، بحيث أنه نتفرغ بقية عام 2017 و18 و19 و20 لتحقيق هذه البرامج. أطلق برنامجين، اللي هو برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي 2020، لأنه كنا نعمل ونسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالي جدا. فكان القرار المتخذ في ذلك الوقت أنه أي برنامج يكون جاهز للإطلاق يطلق مباشرة، والباقي يأتي بالطريق. الآن في الأحد الماضي حددت 10 برامج إلى 2020، سوف تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج برئاسة كل مجلس من وزير من وزراء المجلس الاقتصادي والتنمية للإعداد له في الأشهر القادمة، ونتوقع إطلاقها تباعا في 6 شهور القادمة. برنامج التحول الوطني كان الهدف منه تطوير أداء الأجهزة الحكومية؟ صحيح، لذلك دخل فيه مؤشرات وأهداف لـ 24 جهة حكومية. سوف تطلق الدفعة الثانية في الفترة القريبة والأسابيع القريبة القادمة، وسوف تضاف لها العديد من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في الـ 24 جهة التي في برنامج التحول الوطني. جميل.